السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة رحلة 1086 كيلو متر حول مصر. اتحركت الساعة 4 الفجر زي ما انتم شايفين، وطريق لأول بوينت الاسكندرية، وكان الدنيا ضلمة جدا، ودلوقتي النور بدأ النهار يشقشق. يعني عايز اقول لكم الوقت ده كان اكتر وقت انا كنت بردانة جدا فيه. الموضوع كان فعلا برد جدا، انا كنت متقلة حاجات بسيطة، بس برضو طلعت لبس من الشنطة عندي او من التوب بوكس، وبدأت البس وثقل زيادة لغاية لما الشمس طلعت. طبعا وانا على طريق اسكندرية، وصلت اسكندرية وخدت طبعا كام صورة زي ما انت شفت في الصور. بعد كده اتحركت للنقطة التانية اللي هي دمياط. طريق دمياط زي ما انتم شايفين برضو كويس جدا ولطيف قوي، ما فيهوش اي مشاكل خالص. انا خدت الطريق الدولي من اسكندرية على طول. في ناس كتير بتسألني اخدت بنزين قد ايه. بصراحة الموضوع ده مش هقدر اجاوب عليه، لان كل موتوسيكل بيختلف من التاني، على حسب كمان السرعة، على حسب السي سي، على حسب ان كان في رياح ولا لا، على حسب ان كان في مطالع او منازل، على حسب حاجات كتيرة قوي. فنو واي ان انت تعرف تقيم او تحسب حسبة البنزين في التوقيت ده، او من مسافة التانية اللي ممكن يبقى الموتوسيكل بتاعي 1000 سي سي، ممكن الموتوسيكل بتاعك 1200، موتوسيكل حد تاني 1800 سي سي، موتوسيكل حد تاني 250 سي سي او 300 400، واتفر بقى. المهم ان مش هتعرف تحسب ده. كده اليافطة دي مكتوب عليها دمياط، وده طريق دمياط زي ما انتم شايفين. طريق سريع حوالي 4 حارات تقريبا او 3. على اليمين على اليمين كده زي زرع برضو، وعلى الشمال كان فيه زرع كتير جدا. بصراحة استمتعت قوي في الطريق ده، لان الخضرة والنخل كان كتير قوي، اللون الاخضر كان كتير جدا. لغاية الدخلة اللي جاية، المفروض الدخلة اللي جاية دي استمتعت فيها بشكل هيعجبكم قوي. طبعا زي ما انتم شايفين خضرة يمين وشمال. كان فيه طبعا على الطريق طول الوقت ناس واقفين بيغسلوا العربيات، عشان كده كان فيه مية على اليمين. اي حد عايز يغسل عربيته بيدخل يغسل عربيته. دي بوابة كفر الشيخ، اللي بعديها مباشرة هتشوفوا شكل حلو قوي او فيو رائع جدا. دي تعتبر تاني نقطة من القاهرة للإسكندرية، من الإسكندرية لدمياط. انا لسه ما دخلتش من بوابة دمياط على فكرة، دي بوابة كفر الشيخ. الوقت كمان مش هقول لكم يعني احنا اخدنا قد ايه توتال للرحله في نهايه الفيديو. ده المنظر اللي انا بقول لكم عليه. كان في منظر، كان في شكل المايه اللي على اليمين دي، انا مش عارفه ده كان عباره عن ايه، بس اللي يعرف يقول لنا من الناس من دمياط او من كفر الشيخ يقولوا لنا ايه اللي كان على اليمين. بصوا النخل عامل ازاي والخضره. الطريق مكسر شويه، حاجه بسيطه بس حته صغيره مش كتير قوي. زي ما بقول لكم بيبقى في ناس كتير قوي على اليمين بيغسلوا الموتوسيكلات، بيغسلوا العربيات، وشكل السماء كان صافي جدا الحمد لله. في اليوم ده كنت قلقانه قوي ان المطره تمطر او حاجه، بس هي كانت في اسكندريه بس بتمطر، لكن ما مطرتش عليا في الطريق الدولي خالص او في اي مكان اللي انا روحت او البوينتس اللي انا عديت عليه. انا بكسب وقت، حاولت ان انا ما اقفش في نقط كتير او ما ادخلش حتى اماكن اريح فيها. اخدت الموضوع على طول، يا دوب بقف احط بنزين وامشي على طول. اي بنزينه بتقابلني كل ساعه مثلا ساعه ونص تقريبا بدخل احط بنزين على طول. اليافطه اللي جايه مكتوب عليها دمياط اهو، ولسه مستمره في المشي. والسرعه في ناس برضو سالتني كنت ماشيه على سرعه كام. كنت ماشيه على السرعه المقرره للطريق، لانه اللي عارفني كويس قوي عارف ان انا ما بحبش اتخطى السرعه بتاتا. يعني في ناس كتير طلعوا معايا رحلات كتير، انا ما بحبش الموضوع ان انا اتعدى السرعه على الطريق، السرعه المقرره اللي هم اوريدي كاتبينها او عارفينها او حاطين يافطه بيها، علشان بجد هي بتكون مهمه جدا، سواء لاي حاجه مكسره في الطريق او في حاجه احنا مش عارفينها او مش شايفينها قدام، او سواء منزل او مطلع. هنا كان الطريق مكسر من على الشمال، وطبعا على اليمين كان متفرغ كده بشكل برضه مش لطيف. قعدت مثلا بتحوالي 10 دقايق كده. انا مسرعه الفيديو طبعا، الوقت يعتبر قليل بالنسبه للي انا خدته.
هنقول عدد ساعات السواقة في الآخر خالص لما تشوفوا الواحد بيوصل كده وتنبسطوا معايا. ما تتخيلوش قد ايه انا كنت مبسوطة قوي بالرحلة دي، وكنت متحمسة جدا ان انا اعمل رقم اقل من الرقم اللي فات، يعني عدد ساعات السواقة تكون اقل كمان، على الرغم ان انا ما سوقش بسرعة قوي او ما تخطاش حدودي في موضوع السرعة ده. دي بوابة دمياط اللي انا عملت عليها لايف من عندها لايف، ودي بوابة دمياط الجديدة، دخلت يمين وعملت يوتيرن، ده طبعا جاي عكسي زي ما انتم شايفين، تخلوا بالكم الحاجات دي. وده المكان اللي عملوا لي فيه عيد ميلادي اصدقائنا البايكرز في دمياط، استضافوني فيه، بصراحة كان يوم حلو قوي. دمياط طبعا يا جماعة بتتميز بالخشب، وما شاء الله كان شايفة عربيات كتيرة قوي فيها خشب واساس وموبيليا، بصوا ما شاء الله. وطبعا الراجل كان مستغرب جدا انا بصور ايه، لكن بجد يعني كان عربيات كتيرة قوي فيها خشب وفيها موبيليا وكده. هنا انا خدت طريقي لبورسعيد النقطة التالتة، وزي ما انتم شايفين اليافطة هنا مكتوب عليها بورسعيد، وزي ما انتم عارفين انا بعدي على النقط من بره، لاني لو دخلت جوه هبقى بتخطى الكيلوات اللي انا عايزه اعملها في اليوم ده، او همر او هاخد وقت اكتر كمان، وانا مش عايزه اوصل في الضلمه نهائي، يعني انا عايزه اوصل في النور، وعايزه افضل سايقه في النور زي ما انتم شايفين، وابقى مرتاحه وشايفه، ويبقى الدنيا افضل بكتير. ناس كتيره بتسالني انت بتطلعي لوحدك؟ لا، زي ما انتم شايفين انا في صديقي معايا، ومفيش اي مشكله خالص، واحيانا كتير قوي بطلع معايا عربيه كمان، بس عشان ما بقاش يعني في ناس كتيره ما بتقدرش تعمل المسافات اللي انا بعملها، وفي ناس كتير بتبقى مشغوله او كده، فانا ببقى عايزه اعمل التحدي. دي البوابه بورسعيد، بورسعيد تعتبر خلاص على الشمال يعني، وبعد كده هاخد طريق اسماعيليه، وكان الطريق حوالي 6 حارات زي ما انتوا شايفين، 1 2 3 4 5 6، كان في شويه تكسير على الشمال، فضلت على اليمين شويه وكملت. ادي الاسماعيليه والزقازيق كده بالظبط حوالي 50 كيلو، وابقى وصلت الاسماعيليه. ونقطه اسماعيليه كان لازم اقف بصراحه واريح فيها علشان اكل حاجه، لاني ما كنتش فطرت، انا كنت طالعه من الساعه 4 الفجر، وحاليا تقريبا كانت الساعة 12 الظهر، وكنت عايزة اكل، لانه يعني ده مجهود، ويعتبر يعني مجهود زيادة يعني. فطبعا وقفت في اسماعيلية شوية واكلت وشربت حاجة كده تفوقني، واتحركت كملت النقط اللي انا عايزة اوصلها عشان قبل الضلمة. طريق اسماعيلية زي ما انتم شايفين لطيف برضو، في بنزينة من بره كده اسمها بنزين الطايع، احنا وقفنا فيها، حتى عملت لايف فيها، وكان في حتى ولد بتاع ليمون كان فضل يعني واقف عمال يقول لي ليمون ليمون ليمون، دي الشجرة اللي انا ببقى عرفت خلاص ان انا وصلت اسماعيلية فيها. في ناس كتيرة بتقعد تقول احنا او انا مثلا بعمل كده ليه، او انا بحب قوي سواقة وقت طويل، يعني انا ممكن افضل سايقة كتير جدا، مش لازم اكون سايقة بسرعة، ممكن افضل سايقة كتير، تحدي بقى بالنسبة لي، او ان انا بعمل حاجة بحبها. وصلت خلاص، خلصت بالنسبة لي اسماعيلية واكلت وشربت الحمد لله، واتحركت على طريق السويس، وده فعلا طريق السويس، انا كنت ماشية هنا زيادة شوية لانه طريق مفتوح. هنا دي بوابة تقريبا بتاعة زعفرانة او الجلالة، الجلالة سوري كده، يعتبر خدت طريق الجلالة. بعد كده مفيش اي بوينت في السويس دخلت جوه، يعني ما دخلتش جوه السويس نفسها عشان الناس اللي بتقولي برضو، لانه انا لو كنت دخلت كنت هعمل كيلوات زيادة، كنت هعمل 30 كيلو زيادة او 40 كيلو زيادة عشان ادخل جوه، او كل مكان انا كنت هروحه كنت برضو هتلاقيني عملت فيه كيلوات زيادة، او كنت هاخد وقت اكتر، انا كنت عايزة اكسب وقت علشان اوصل قبل الضلمة. بأكد انا بالنسبة لي عايزة اوصل قبل الضلمة، عايزة الحق اريح، وعايزة انامه، وعايزة اكل بشكل كويس، يعني ليه ما كنتش بدخل التواليت في كل بنزينة عشان كده، لا كنت بشرب ولا كنت باكل، وده كان غلط جدا طبعا، لكن فكرة ان انا باكل حاجات بسيطة وحاجات قليلة عشان اعمل التحدي بتاعي اللي انا نفسي اعمله، هو ده اللي انا كنت بعمله، ان انا باكل حاجات بتديني طاقة او اشرب حاجة تديني طاقة، وما تخلينيش ابقى محتاجة ان انا ادخل التواليت بشكل كبير جدا.
وده احلى طريق فعلا في الرحله استمتعت فيه، على الرغم ان بدات ارهق شويه الا انا كنت مبسوطه، وانتوا تابعتوا وشفتوا في كل لايف انا كنت بقف فيه قد ايه مبسوطه وقد ايه متحمسه لان انا اكمل وان انا اعمل وقت حلو جدا. وعايزاكم كمان تتابعوا الرحلات اللي جايه لان انا هحسب توتال الرحلات اللي انا عملتها كلها، ان شاء الله هتعدي رقم حلو قوي وبالنسبه لي هيبقى حاجه لطيفه. تابعوني طبعا في رحله الاقصر، تابعوني في رحله دهب وشرم، الغردقه برضو انا عملت ده بالموتوسيكل يعني حوالي 3000 كيلو اللي فاتوا وانا لسه ما نزلتش اي حاجه عنهم لاني كنت مشغوله جدا الفتره دي، بس باذن الله هبتدي اشتغل في الحاجات بتاعه الرحلات اللي فاتت علشان تنبسطوا وتشوفوا الحاجات ورا بعض. طبعا احلى طريق مشيت فيه هو اللي انا ماشيه فيه حاليا، طريق الزعفرانه او من الجلاله للزعفرانه، بصراحه منظر تحفه ما كنتش عارفه بطل تصوير. انا مصوره حاجات بسيطه قوي عشان خاطر ابتدي ان انا لما نيجي نعمل مونتاج يبقى الحاجات قليله. هنا ما كانش فيه سرعه مقرره في الطريق ده، مش مكتوب اي حاجه، فكنت بصراحه ماشيه 140 160 تقريبا، وكان الهواء شديد قوي فيعني الموضوع كان مش لطيف. يعني طريق زعفرانه كل الناس عارفاه في سرعه الرياح فيه عشان الدنيا مفتوحه والجبل فيها حتت فواصل كده، فتلاقوا مرة واحدة الهواء بيحدف يمين او شمال على حسب الهواء جاي منين. يعني لسه في فيديوهات هعملها هقول على التكنيك او الطريقة اللي ممكن نعملها في حالة وجود هواء من ناحية اليمين او من ناحية الشمال، تابعوا برضو ده هشرح فيه بالظبط هنعمل ايه فيه او في الحالة دي، عشان في ناس كتير قوي برضو بتتضايق من وجود هواء مرة واحدة من ناحية زي اللي فتحت مرة واحدة من على اليمين كده فتلاقي الهواء فجأة رماك، او التكنيك اللي احنا ممكن نبقى سايقين ويبقى فيه تريلا والهواء نفسه اللي جاي من ناحية التريلا بيضايق او بتحسه بشفطة كده مش لطيفة. بص المنظر يعني تحفة، يعني انا كنت مبسوطة جدا حقيقي، المناظر كانت حلوة قوي. طبعا انا ما مريتش على بحر وانا سايقة كده، هو كان بعيد شوية بس هشوفه من بعيد يعني. لسه ما حسيتش بتعب قوي بس كنت مبسوطة جدا في الرحلة دي ان انا بعمل تحدي جديد وان انا عايزة اعمل عدد ساعات اقل في سواقة في سواقة كيلوات اكتر من المرة اللي فاتت، حاجة بسيطة لكن عملتها في وقت اقل بكتير. يعني عدد الساعات السواقة اللي طلعت لي على الجي بي اس كانت 11 ساعة بالظبط، طبعا طلعت الساعة 4 الفجر وصلت الساعة 6 مساء وعملت لايف في النقطة بتاعت الوصول، الناس المتابعين اكيد شايفين ده. بس عدد الساعات بتاعت السواقة يعني هو بيجيب الوقت اللي احنا عملنا ستوب فيه او وقفنا فيه، عدد الساعات بتاعت السواقة كانت 11 ساعة بالظبط، وكان فيه 3 ساعات وقت ضايع بس، الثلاث ساعات دول منهم فيهم وقت انا لفيت في اسكندرية عشان كان صديقي نسي حاجة وراح يجيبها، وفي نفس الوقت برضو كان عندي الوقت اللي انا وقفت فيه اكل. ادي قدامنا طريق الغردقة، خلصت كده الزعفرانة وبرضو عملت لايف عند الزعفرانة والناس برضو المتابعين شافوا، بس ده فيديو تجميعي برضو قلت احطه علشان هيكون ذكرى عن موضوع اللايف. الناس اللي كانت بتتابع البث المباشر اللي انا كنت بعمله كانت شايفة في كل نقطة انا وصلت الساعة كام وقد ايه، انا كنت مصرة ان انا اعمل لايف في كل نقطة علشان المصداقية والناس تكون عارفة فعلا او مصدقة، علشان ما حدش يكون بيعمل زي المرة فاتت يقول مثلا لا ده ما حصلش، ده دي حاجات فوتوشوب او كده. دي بوابة مش فاكرة تقريبا زعفرانة او حاجة زي كده، اللي عارف برضو يقولينا في الكومنتات لان انا بدأت ايه عايزة اقول لكم ان انا يعني مش عارفة من كتر البوابات خلاص ما بقتش فاكرة ده فين وده فين وده فين. انا رتبت الفيديوهات بناء على التايم، عايزة اقول لكم الفيديوهات كانت كتيرة جدا والمناظر كانت تحفة. يمكن اكتر طريق متلخبطة فيه هو ده ايه الاول او ايه التاني، يعني مش عارفة انا كنت فين. هنا الشمس بدأت تيجي على يميني، معنى كده انها بدأت تغرب، يعني انا بدأت اسلي نفسي واغني انا وخيالي علشان ما زهقش، فبكلم نفسي بقى كده اللي هو ايه ده وايه الحلاوة دي وايه الجمال ده. صديقي الصدوق اللي كان معايا طول الرحلة طبعا اخويا،
هو كان مبسوط جدا ان هو عمل معايا الرقم ده، وانا مبسوطه جدا انبساطه ان هو اول ما وصل قال لي انا مش مصدق ان انا عملت كده، بجد انا سعيده جدا بالطاقه اللي حصلت دي. وكمان لما وصلنا يعني عايزه اقول لكم ان في طاقه حلوه قوي خلت الواحد يبقى متناسي كل حاجه، يعني مشاكل بقى مع شغل مع التزامات كل حاجه، انا محتاجه انام. اكتر وقت بدات اتعب فيه هو الوقت اللي جاي ده، وهو الوقت اللي انا فعلا الشمس بدات تغرب فيه والدنيا هتليل عليا، وانا فعلا عايزه اكسب وقت ان انا اوصل بسرعه قبل الضلمه. يعني حقيقي الوقت ده حسيت ان هو اطول وقت، ما حسيتش باي وقت عدى قد الوقت ده. يعني بجد الدنيا هتبتدي دلوقتي تليل وانا هبقى مش عارفة اعمل ايه، الشمس تعتبر من على يميني والبحر هناك هو على الشمال، زي ما وريتكو او زي ما قلتلكو انا ما شفتوش من قريب. يعني هنا بدأ الدنيا بتغرب زيادة وانا عمالة شد شوية عشان عايزة الحق اوصل قبل الضلمة. الضلمة بتؤرقني وخصوصا بعد يوم مرهق زي كده، وفعلا انا يعني لمست شوية في الضلمة اخر نص ساعة او اخر ساعة كنت ماشيها في الضلمة فعلا. والطريق انتوا عارفين طريق الغردقة يعتبر تقريبا حارتين يعني، بس ما فيهوش عربيات كتير. هنا خلاص الغروب والدنيا بدأت تليل زي ما احنا شايفين، وانا بدأت بقى ايه يعني ارهق جدا، عايزة بقى اريح، عايزة اقعد على حاجة ما بتتحركش، الوصلة دماغي تقريبا بتزن يعني من الخوزة ده منظر السماء وهي بتبتدي تضلم خلاص، والشمس نزلت من هناك وضلمت فعلا خلاص ضلمت، وكان وقت طويل جدا معرفش اصور كتير قوي، بس صورت وانا داخلة من البوابات، وبالفعل دي بوابة الغردقة او تقريبا سهل حشيش. انا خدت بعد كده 25 كيلو لغايه لما اوصل للاوتيل في سهل حشيش، وكان قريب مش بعيد قوي، بس انا عشان بقول لكم الوقت الاخير ده كان وقت شويه تقيل خلاص بقى اخر الرحله، كمان الدنيا ضلمه محتاجين نور، حاسه ان انا بستخدم عناية بزياده بستخدم مخي بزياده، يعني حاسه نفسي الحاجات يعني كل حاجه يعني خلاص او ارهقت طاقتي خلصت، فحاسه نفسي يعني خلاص يمكن طاقتي خلصت، او يمكن انا اكون حاسه ان انا عايزه استخدم النظر زياده، عايزه استخدم التفكير والتركيز اكتر من كده، بس هما كانوا خلاص خلصوا. وكانت اخر تفويله فاولها هنا قبل ما اروح اركن واعمل اللايف او اللايف للبوينت الاخير. اتمنى تشيروا الفيديو وتتابعوا كل الرحلات الجايه، يا رب فعلا اكون وصلت لكم التوثيق ده، ميرسي لدعمكم جدا. ما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب، وكمان تعملوا لنا فولو على انستجرام وفولو على فيسبوك. شكرا لكم.